السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم بدي أرسم هذا الهوم وورك، فيه توقع أخذته فيه شل وريب. أنا بتذكر كان فيه شل من الجهة التحتية تبعت هاي السلندر، فراح أعملها. اسأل المهندسة. وفيها شامفر وراوند. تمام، نبلش نرسم. set working directory desktop new folder. اوكي، هسه هاي الرسمه اذا بتخطط لقدام شوي يعني تقدر ترسمها بطريقه سهله، بدل ما تسوي مثلا اكسترود لهاي بعدين تسوي ريفولف عليها او تسوي كمان اكسترود. اذا عملنا ريفولف لهاي مع القبه وبعدين سوينا اكسترود لهاي القطعه مع الهول، يعني بتنرسم بخطوتين. هسه ان شاء الله تفهموا علي. طيب، بارت ريفولف بليسمنت ديفاين فرونت. تمام، هسه بدنا نرسم الكروس سكشن تبع هاي. تمام، مع القبه هاي. فنرسم يعني هيك مستطيل. تمام، هسه لما احنا بنعمل ريفولف حيكون التوب لين عمودي على الريفولف، فبنسوي عليه اكسترود وبنقدر نرسم هاي القطعة اللي هي هاي. تمام، طيب خط من هون هون نسوي جيومتري سنتر لاين. تمام، نسوي ريفول. تمام هيك، اوكي صح. هسه لو سوينا اكسترود من هون على التوب لين بليسمنت ديفاين هذا البلين، نقدر نرسم من هون زي هيك القطع اللي محتاجينها. نحدد hot wire frame sketch references، نحدد الدائرتين أو الدائرة الخارجية هي الأهم. أوكي، نرسم خط من هون لهون، خط زي هيك من هون لهون يكونوا نفس الطول. بعدين الخط نحط خط هون بس عشان نحدد ميد بوينت زي هيك، أسهل لنا يعني. هذا الخط بنشيله وبنرسم دائرة صغيرة زي هيك. اوكي، طيب طلع لي انه سكتشز انكمبليت عشان انا ما كملت السكشن. في هاي لازم نكملها. تمام، هسه هيك تمام. بنغير اتجاهها لتحت ونخليها اقل شوي، مثلا 50 او 75 حتى لو سويت كمان شوي. اوكي، هيك منيح نوعا ما، هيك بالصح. حط تمام. هسه هون في راوند وهون في شامفر، فبنحط راوند خليها مثلا، خلاص مش مهم، نحط راوند هون. شاف شو صار؟ هاي 8 هم تسوي شامفر. تمام، بس هون حكيت اتوقع في شل. انتو اسألوا المهندسة. خلي الثيكنس مثلا 10، بس هذا السطح زي هيك شيله. اوكي، ضل اللي هو ايش ضل؟ ضل الرب.
الرب هيكون على الفرونت لأنه جاي منصف بالضبط. فنسوي define front sketch sketch references, نحدد هذا الخط extrude أو اللي هو line. تمام زي هيك 45. خلي السمك 15 صح وبس. يعطيكم العافية.